مساء السعادة والخير والفرح على أحلى ناس، يا مساء الفل على الناس الرايقة اللي اشتاقت لهم فعلا 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 بكل لهجات العالم. ما أقدر أقول غير أنه أنا فعلا اشتاقيت لمشاركاتكم، اشتاقيت لتواجدي وياكم، لسماع أصواتكم شخص شخص، واحد واحد. صراحة فترة طويلة بس الحمد لله انقضت بسرعة مثل ما يقولون، وعدنا والعود أحمد. وعودتنا رح تكون هالمرة بها هواي اختلافات وبها هواي أمور جديدة رح تدخل إلى فكرة البرنامج، يمكن حتى بالمواضيع اللي رح نطرحها ونسولف بيها وناخذ ونمطي بيها رح يكون أكو بيها هواي من الأشياء. مشتاق لهذا المكان، مشتاق لكل شخص هنا موجود. يمكن هاي الفترة كنت غايب بيها، الحمد لله الواحد هسه يرجع مثل ما يقولون بعد الفريش صار عنده، قادر أنه ينطي وينطي بالفعل. هاليوم الحلقة عنوانها هو التواضع. ماكو تقرير، ما سويت لها تقرير، حسيت التواضع ما ينحصر بتقرير، لا، التواضع هو مجموعة من الكلمات. بس أريد أطلب من الشباب شوية ينصوا لي صوت الميوزك هنا عندي إذا ممكن. أرجع إلى موضوع التواضع. من الجميل جدا أنه أنت تكون إنسان بسيط وتاخذ وتنطي ويا الناس ويا كل الفئات اللي حواليك بدون ما يكون عندك شيء اسمه التعالي أو الفوقية. دائما نشوف ونسولف ويا العالم أو نحكي ويا أي أحد نلاقيه بالطريق، لازم هذا يظل مرفوع ونحكي وياه. حتى بحياتنا العادية أكو أشخاص يكونون من بيت واحد، يعني أخ وأخت أو الأب والأم حسب، لازم يكون أكو بيهم واحد طالع هيك هيك، لا هيك صرنا على الشاشة يمين سكة شمال سكة شمال، لا صحيح هيك طالعين شمال. ماشي هذا غير، لازم حتى من يحكي ويا أهله يشوف نفسه عليهم أنه هو الفهيم، هو القليط على قولة المصريين، هو اللي يعرف كل شيء. هذا الشخص اللي دائما يسوي نفسه هو الفاهم، على شنو ما أعرف. عوفني من هذا الموضوع، أرجع إلى التواضع. أصحاب المال والأملاك والشركات والمصانع والمعامل والولول إلى آخره، كل واحد من عندهم يحس أنه هو كبير جدا، فلازم يتعامل ويا الكل بتعالي وبكبر، وما يكون أكو تواضع بالمعاملة بينه وبين الأشخاص اللي وياه، الناس اللي حواليه. لازم أكو دائما شيء اسمه أنا أقول. أكو مثل لبناني، سوري بالمثل اللي رح أقوله، أنا مير وأنت مير وخلي نشوف منه رح يسوق هالحمير. هذا مثل ما عاد يمشي، العفو منكم أكيد، هذا المثل ما عاد يمشي ولا عاد ينطبق بالحياة. اليوم كل إنسان عنده مو عزة نفس، عنده شخصيته اللي يقدر يفرضها، كبرياء اللي يخليه يقول لا لا، ماكو واحد كبير، الكبر بس لله. أما إحنا كنا صغار، إش قد ما تكون وإش قد ما تملك، آخرتك راح تكون جوا هنا جوا، ما يفيدك كل اللي سويته كل اللي جنيته. تتعب طول عمرك وانت قاعد تلم، تروح احلى سنين من شبابك، الشاب يملى راسك، واخر شيء كل اللي جنيته راح تطير 3 ارباع على مود تصرفه على صحتك، او نصه، يلا مو مشكله نصه راح تصرفه على صحتك، والنص الباقي هذا النص الباقي هو تليفون يمكن المساكت، النص الباقي راح يكون وين؟ للورثة اللي يستمتعون بي. يعني انت اش حصلت غير انه شفت نفسك على العالم، حتى ما حد يترحم عليك ولا يقول الله يرحم ايامه، بالعكس يلعن ايامه، لانه ما شاف الخير بيه ولا شاف منك الشيء الحلو اللي رح يقعد يترحم لك عليه. فهذا الشيء موجود اليوم. أرقام هواتفنا متوفرة أمامكم وتتواجد على أسفل الشاشة، تقدرون من خلال تتصلون وتشاركون ويانا بحلقة هذا اليوم وبموضوع التواضع أكيد، بالإضافة إلى السوشيال ميديا اللي من خلالها نأخذ مشاركاتكم ونتواصل وياكم من خلالها. طبعا أكيد الناس نصها ناسي أنه إحنا اليوم طالعين لايف. أكيد رح أخذ هسه أول اتصال وياي، لأنه أنا اشتاقت أيضا إلى سمورة. مساء الخير يا سمر.
مساء العافية، شلونك؟ شلون الصحة؟ تمام الحمد لله، شلونك انتي سمورة؟ والله الحمد لله، بس شوية طولت علينا الغناء. احنا طولنا حتى يزيد الشوق ما بين الطرفين، احنا نشتاق لكم وانتم تشتاقوا لنا، اذا اشتاقتوا لنا. طبعا أكيد، شنو ذنبنا؟ أنا أظل قاعدة كل أحد أو ثلاثة أو خميس أنتظر البرنامج تطلع إعادة، أنتظر تطلع إعادة. سمورة تطلع هي إعادة ما يخالف، بس هاي الإعادة بيها استفادة، لأنه راح ترجعين تسمعين صوتك لايف وتكوني متونسة بهذا الموضوع وتشوفي مشاركتك شلون كانت في الحلقة الماضية. أصلا يمكن حتى اليوم أنت بس سمعتي قلت أني شلون هيك حكيت ويا عمر، لا المفروض المرة الجاية راح أعدل صوتي أعدل أسلوبي. لا والله هذا الشيء أنت ملاحظة عليه، هاي الملاحظات منك أنت. لا لا والله لا، أني إيه أني طبعا دائما لازم أتابع لازم أشوف. أنا بالعكس من يطلع صوتي ما يعني ما أعرف إيش أول بداية، إيه صحيح شفت أراهم أو بس شيء بعدين. المهم اوه بيها حسرة، بيها حسرة يا سمر، هيك عرفتكم كم يوم ألقى اليوم بيها. المهم المهم شنو المهم منو؟ لا بس عم جيت متصل والله، بس عودتكم انه اكون اول اتصال. اكيد اكيد اكيد، وبما انه اول اتصال اريد بكل تواضع منك تسولفي لي شوية عن التواضع والناس شلون ممكن تكون متواضعة بتصرفاتها وباسلوبها. شوف التواضع اني راح اختصر بين قوسين، انه ما يضيع حظ البشر غير التواضع. كل ما يتواضع كل ما الانسان يستغل هذا التواضع، صح لو لا؟ طبعا غلطانة ما غلطانة، اكو كثير من الناس ما تحترمهم بالتواضع، هم ياخذون نقطة ضعف. يا ريت اقدر اغير هاي الخطوة اللي هي اصلا تعبتني. طيب سمورة هنا احنا ما صرنا بالتواضع، اكو فرق ما بين نقول احنا متواضعين وما بين نقول احنا طيبين القلب، لانه دائما لا يعتبرون لا. طيب القلب فطير. لا لا اسمعني، التواضع هو مشتق من طيب، لو ما انت طيب ما تكون متواضع، صح لو لا؟ مشتق اكو كلمات تشتق من بعضها، هي نفس الجملة بس الى فوارق. انا برأيي عام التواضع ما يصير الا من الطيب. اوكي هاي شخصيتي. المهم انت شنو رايك بالتواضع؟ اني لانه بصراحه جدا احب التواضع، جدا احب التواضع، بس بنفس الوقت اني التواضع ما يخليني ادوس على كرامتي وامشي، لانه اني اسرع انسان ممكن يكون لا ما يمشي وياي. شوف شوف فرصه اول مره تعطي ثاني مره احيانا مو مو هي احنا نحكم خلص من اول موقف. اول مره اول مره اني بالنسبه لي ثالث مره هي الثالثه تعدل، تيجي تريد تعدل شخصيتك تحس انه هذا بعد اصلا ما يستاهل انه نعدل هالشخصيه نطيه شنو السايلنت مثل ما يقولون. او اني شويه احتمال ادي ضرر بالعكس تعذب كل الوانه على عبارة عن سواد ما أعرف. لا ما أحب أطول عليك وأدوخك وياي بعد بالعكس دعودة كل إسمائنا بالعكس حبيبتي برنامج أو أسألك فدوى لعينك نفس الموضوع سألتني سألتك وجاوبتني صحيح، بس أكو مواضيع حمات يعني إحنا دائما عن يعني أجي أقول لك الموضوع إذا يعجبك أنت راح مثلا في الحلقة المقبلة راح تطرحها أو لا، يعني مثلا عندك الصدمة مثلا عندك خيبة عندك مثلا نصب الاحتيال هواي إذني أنت ما تطرقت. طيب ممكن سؤال سمر؟ هي جواب الاحتيال والنصب والصدمة ايش قد مريتي بهاي الحالات بحياتك حتى شكلت عندك نقاط مهمة انت اليوم متركزين عليها؟ شوف احنا الانسان يحكي واكو صدمة دمعة نص عينه واضحة واضحة يحكي نعم انا ترخص بيطان. سمورة خلي يكون قلبك أكبر واستيعابك للأمور أكثر وقدرة التحمل عندك تكون بالفعل قدرة
كامنة مثل ما يقولون، لأنه أعرف أنه الواحد شقد ما يندق على راسه يندق على راسه آخر شي يوقع، بس إذا عرف دائما يخلي شي ما يوصل هذا الدق إلى راسه يكون صار شاطر. أنت بنت، ودائما نقول البنت قلبها ضعيف فعلا، شخصيتها ما تكون مثل الرجل بالقوة. صحيح أكو مثل الرجل وأكثر همينة، ولكن الغالبية العظمى. إش قد أمور أنت هسه اتطرقتي بيها حبيتي أنه نسولف بيها، على الدمعة اللي أنت نزلتيها، اللي أنا أعتذر جدا أنه بحلقة اليوم أبتدي بيها بدمعة من سمر اللي تعودت دائما بضحكة منها، هي وزينة وعبير ونورة ونور 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 وكل الشباب والبنات اللي شاركونا. أني أمسح على دموعك وأعتذر من عندك إذا كنت سبب أنه أنزل هاي الدمعة منك. أرجع وأقول خلي الأمور عندك شوية بسطيها أكثر، لا تاخذيها بجدية لأن تتعبين وتكبرين بسرعة. صوفي من بغداد، مصطفى مساء الخير يا مصطفى. مشتاقين عموري الطيب. هلا أبويا، شلون صحتك؟ مشتاق لك، صار هواي ماكو عموري. شايف حبيبي أنا ماكو، إيه صحيح والله، بس ها رجعنا لكم بخير وسلام الحمد لله. يا ربي إن شاء الله رجعت خير وما تنقطع علينا. يا حبيبي إن شاء الله يا قلبي إن شاء الله. شلون صحتك؟ شلون الصحة؟ والله أنا بخير الحمد لله. حليان عموري، حليان على غيبتنا. هذه عيونكم الحلوة، ولأنه اشتاقت لكم فحبيت اليوم ها أول يوم نطلع لكم شوية غير، ومن بعدها راح تلاقونا رجعنا مثل ما عدنا. حبيبي تنور بكل وقت وبكل حين. فدوى لعمرك حبيبي، اشكرك. انا لين مشتاق لك والله، ودائما اخابرك واسال عليك، فمن شفتك فرحت والله. فدوى لعمرك حبيبي، هذا الشيء شرفني الصراحه، تسلم لي يا غالي. تكون بخير عمور الطيب. انا بخير اذا انت بخير قلبي. انا ما طول اشوفك بخير يا حبيبي. فدوى لعينك، فدوى لعينك. صوفي قل لي انت عيني. انت سال معيونك ابويا، تسلم لي حبيبي. انت سولف لي وقل لي شنو رايك بالتواضع. الانسان اذا كان متواضع، هل مثل ما قالت سمر انه هاي نقطه ضعف بي، ولا هو من تواضع بين الناس زاد الله من شانها، او يكون عنده مكان عند رب العالمين افضل؟ شو تقول انت؟ باش احنا هواي قرينا عن التواضع، وهي صفة حميدة وصفة حلوة، بس بهذا الوقت اعتقد التواضع ضعف. طيب ليش احنا ضعف؟ لا ليش العالم نكون... تستغل هذا الضعف. طيب ليش ما نكون احنا متواضعين، ولكن لازم يكون عندنا قوة شخصية، كرامة، كبرياء، ثقة بالنفس؟ ليش دائما نخلي انه التواضع هو ضعف او طيبة قلب؟ ليش ما نقول عيوني. اعتقد هو السبب مو من عندنا، سبب بالمقابل هو اللي يشوف هذا الشيء. عامل الناس يعني كما أكون... تعامل، عامل الناس كما تعامل. انت ما يجي السيء تجي تتواضع وياه لانه هو سيء وانت لازم تكون الاحسن، لا، اذا هو يعاملك سيء عامل الناس كما تعامل، حتى لا تنغلب في يوم من الايام ولا تنكسر بيوم من الايام. ولكن ما اعتقد مثلا اذا انت عمر، اذا انت هذا الكائن الطيب اللطيف بداخلك، ما راح تشوف واحد، ما اعتقد راح تكون انت سيء، ما تقدر، تقدر تتقمص هذا الدور. شوف حتى نكون واقعيين أكثر مصطفى، وما نكون يعني أنا بالنسبة لي أحكي عن نفسي، أو مو هو شخصي بس أحكي من منطلق فئة معينة عندها نفس التفكير اللي أنا أفكر به، أنه إحنا كلنا بهذه الدنيا عبارة عن ممثلين، ونمثل بجدارة بجدارة، لأنه إحنا بكل موقف نمر به لازم نكون مؤديين للدور 100%. إذا رحت تريد تسوي أي شيء بالحياة، إذا تقدم على وظيفة لازم تمثل، إذا تريد تصادق وحدة أو تتعرف على وحدة لازم تمثل، إذا تريد ترتبط بيها لازم تمثل، إذا تريد تخونها لازم تمثل، إذا تريد تخونك يعني تعرف شنو السيء والحلو اللي بالبني آدم هو عبارة عن كاركترات موجودة. هو بيقول لك أنا مو شاطر بالتمثيل، أنت أبدع مخلوق بالتمثيل، لأنه قادر تجسد على الناس عدة شخصيات. فشلون؟ والله يا عمر ما أعرف شلون. الواحد مثل ما قلت يتعامل بأصله ويتعامل بطيبة وأخلاقه، وبعدها هي شو تسوي. أي والله، أي والله. صوفي أنا جدا سعيد بسمع صوتك حبيبي. أنا كلش سعيد والله بشوفتك عموري. تفضل عمرك، أشكرك حبيبي، تسلم لي غالي. أتمنى لك ليلة سعيدة يا طيب. شكرا شكرا إلي وإلك يا رب حبيبي، تسلم لي. تصبح على ألف خير، تصبح على خير. أرجع
وأذكر بأرقام الهواتف اللي تبين بأسفل الشاشة. بس أريد أقول شيء بما أنه أنا هسه طلعت والشباب يقدمون بباب الشات حلقات خاصة عن المنتخب الوطني اللي قاعد يشارك هسه بالبطولة. فأني أحب أبارك لكل الشباب وأشهد على عزيمتهم وهمتهم، وشيء مشرف جدا. وأعتقد أو لأنه أنا مو ضليع بالرياضة حقيقة، هذا ماكو شيء يشبه شيء رياضي أبدا، ولكن اللعبة القادمة هي راح تكون ما بين العراق وإيران. فأتمنى التوفيق لمنتخبنا الوطني، وإن شاء الله يحققون أهداف سليمة 100%. وللرجعة إلى الذكريات، صحيح الكليب الكواليتي مو قوي، ولكن جدا مهم أنه نرجع ونذكركم بأغنية في الثمانينات كانت تغنيها الفنانة الراحلة ربيعة كريم. خلينا نتذكر شنو غنت للمنتخب العراقي. خلينا نشوف أغنية ربيعة. الفنانة جميلة جميلة فعلا فعلا فعلا، اللي أمتعتنا بأغاني صحيح مو هواية، ولكن كل أغنية غنتها تركت أثر وبصمة عند العراقيين بشكل عام، وحتى عند الخليج العربي، لأن كانت ربيعة لها مكانة عند أهل الكويت والخليج بشكل عام. رح أجي إلى مسجاتكم شوية لأنه تارككم هسه، يلا رح أرجع إلى المسجات. فأعتذر إذا أكو شي راح من عندي من المسجات. طه الجابر، نورت يا غالي، شكرا لك. لارين عزيزتي زميلتي العزيزة، اشتاقت لك، نور عمرو، شكرا لك لارين. سلوان اف الصباغ، منور يا طيب، كلامك ذهب، اجمل شيء بالدنيا التواضع. لارين، تواضع الشخص اللي ما يكون شايف روحه على اي بني ادم. منور عمروش، شكرا لك يا جودي عزيزي. علاء الطائي، مساء الخير عمروش، اخبارك، مشتاقين، شكرا لك. التواضع صفة جميلة يتميز بها كل انسان، واحلى شيء بالتواضع هو طيبة القلب او القلب، مثل ما كاتبها الصديق علاء الطائي. شكرا لك يا علاوي. شنو ويانا يعني شباب؟ وداد من كركوك، وداد من كركوك، مساء الخير. الو، مساء الخير. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، يا هلا ومرحبا. شلونك خوي العزيز؟ تمام حبيبي الحمد لله، بس اتاكد من الاسم مرة ثانية. هذه صديقتي كانت وياي على اشتراك وياي وسجل اسمها. عفوا، وداد موجودة وياك على الخطية. نعم 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 نعم، تفضل عزيزي انت على الهواء. بس دقيقة وياي راح اسوي مكالمة جماعية تسولف وياك. اوكي، مكالمة جماعية. اوكي تمام. أي. يلا يلا ولا يهمك. بس واو، همينة يعني من هالنوع، تخيل. طيب مو مشكلة، لأنه هو بعد على الهواء ويانا، ماكو أي مشكلة. حسين أياد كامل يقول التواضع لا يقلل من شأن المرء مهما كانت مكانته ومنصبه.
شكرا لك يا حسين. اياد الو. ايوه بس اذا ممكن نص صوت التلفزيون. شو انت يعني؟ اعتذر لانه انتم طالعين اثنيناتكم على الهواء، ما اعرف شلون صارت المكالمه الجماعيه، اعتذر من عندكم لان الصوت ما راح يرهم مع بعض، راح يكون اكو صدى او ديلي بالصوت، اعتذر جدا من عندكم. عفوا. ارجع واذكر بارقام الهواتف اللي تبين باسفل الشاشه بالاضافه الى مواقع التواصل الاجتماعي اللي من خلالها تقدرون تشاركون ويانا بحلقه هذا اليوم عن التواضع، ومصطفى من الديالة اعتقد الى راي خاص ايضا بالتواضع. مساء الخير يا صوفي. مصطفى، يا مصطفى. الو، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. هلا مصطفى، شلونك عمور الغالي؟ مشتاق لك اني صوفي، شو اخبارك حبيبي؟ الله يحفظك ويسلمك. الحجية شلونها؟ مشتاق لكم كلش. فدول عمرك. الحجية شلونها؟ تمام والله الحمد لله بخير. الله يجعلها ان شاء الله دوم حبيبي. الله يسلمك ويحفظك حبيبي. حبيبي كل الهلا. تفضل يا صوفي. التواضع شلونه؟ تواضعت كنت النجم لاحل ناظر على صفحات الماء وهو رفيع، ولا تكن كالدخان يعلو بنفسه إلى طبقات الجو وهو رضيع. اي أيوة والله، عاش عاش لسانك حبيبي. الله يسلمك حبيبي الغالي. لسانك عمري. طبعا يعني هنيك على عودة من جديد حبيبي. تسلم الغياب. شكرا. كلش طويل وما سمع صوتك أصلا، يعني حتى قبل ما ينقطع البرنامج ما كلمت وياك من اعتقد قبل 15 12 او صحيح. لا كان هو قبلها اسبوع، كان قبلها اسبوع انت غايب والمفروض ينقطع الاتصال. صحيح صحيح صحيح، ماكو اي مشكله. المهم شلون بدايه السنه الجديده؟ شلونها عليك يا مصطفى؟ شلون نبلش السنه الجديده؟ متفائل؟ والله يعني ان شاء الله نفعل بيها، بس ولو هي كلها يعني بديناها سبحان الله يعني فرح وحزن، وبس الحمد لله ان شاء الله يكون خير، فاتحة خير علينا وعلى كل العراق يا رب. اللهم امين اللهم امين، وان شاء الله ما يكون اكو حزن، ان شاء الله يا رب يكون كله فرح وخير يا رب. والله الحمد لله الحمد لله. الموضوع اليوم شويه ها كل شيء وحلو. تفضل. التواضع يعني الصراحة يعني احنا كل ما نقول احنا كل واحد يحكي أسبق اجتماع المتصلين القبلي يقولون الآخرين هم اللي يخلون الشخص يعلو عن غيره، صح ولا لا؟ صحيح صحيح. احنا دائما اللوم الغير، دائما اللوم الغير، دائما اللوم الغير. يعني هو من يعني اللي ما يتواضع؟ ما اعرف انت شو تقول. اذا انا اقول غير ما يتواضع وغير يعني شايف نفسي علي او غير او شيء ثاني. يعني كل واحد يلوم غيره هو ما يبدي من نفسه اصلا. تعرف انه انت هسه ذكرتني بشيء ونبهتني على شيء بنفس الوقت يا مصطفى. انه احنا لما نلوم الغير، لما دائما نخلي الغير هو الشماعه اللي نعلق عليها اغلاطنا واخطائنا، وهو احنا اللي ننطي مجال للغير انه يكون بحياتنا، علما احنا من البدايه شايفين اكو سلبيات، بس المشكله انه احنا بينا عاطفه قويه، فتخلينا هاي العاطفه على طول شنو الشخص اللي نحبه لازم نقلهه. نعم لازم نقلها نسوي ملاك. بالضبط اوكي بالضبط. فمن يجي انت تعرفه هو مو ملاك، بس انت تريد تبين للعالم هذا الملاك. لما تصير الكارثه ذاك الوقت هذا الملاك فجاه راح تبينه قدام كل المجتمع، هو الشيطان اللي غدر اللي خان اللي سوى اللي فعل الى اخره. مع العلم هو احنا السبب الرئيسي اللي نخلي المقابل يتمادى بتصرفه، يتمادى بافعاله، يتمادى بشخصيته ويانا. يعني ممكن نخلي لكل شيء حد، هذا حد وياك دير بالك تعبره، دير بالك تتخطى، لان انت وياي حدك لهنا، هذا الخط ما بيني وما بينك لا تتجاوزه. احنا بصراحه الكل يعني احنا كنا ولد
خلو آدم يقول ولد واحد وطينة واحدة ايه صح ولا يقولون اللي نقول اللي ويانا ويمشي ويانا اسبوع وعين ثلاثة نطيف نطيف ثقة زايدة يعني ما لأي حدود وبعدين مثل ما قلت نستوي ملاك قدام الغير لازم خطأ واحد من عنده يعني نزل بي ما أنزل الله بي من السلطان ما أكو شيء يعني ما كلامات ترى الكل لا أحد يقول أنا ما سويها وما سويها أنا وياك قاعد هاي جلستنا كذا وكذا مساوئها من أو محاسنها نقعد بغير جلسة كذا وكذا 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 ذمينا كل المحاسن اللي فيها الجلسة السابقة وبدأنا بالمساوئ اللي ما له أي معنى صراحة ومن يعني وكذا وكذا هاي الأمور صراحة كلها يعني نعرفها صراحة وكل يعني تمام ما يا حي إذا طرق عنها وإلا يتعمق بها تمام يا صوفي أنا جدا شاكر مشاركتك واتصالك وأتمنى ما تنقطع عدنا وتحياتي إلى السيدة الوالدة يا رب تكون صحة وسلامة حبيبي شكرا جزيلا هلا أبويا مع السلامة حبيبي مع السلامة رهوفة وياي وآية التميمي نورج حبيبتي يا آية تسلمين ولؤي لوي منى يمكن هيك اسمها دومك منور شكرا لك عزيزي رهف من ديالى مساء الخير رهوفة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والصوت اللي ميت من البرد اي والله حال البرد شلونك عمرو تمام الحمد لله انت شلون صحتك الحمد لله شنو هالقيظة هاي علينا طلعت فد مرة يا حبيبتي الله لا يغيب عنكم لا محب ولا غال يا رب آمين يا رب آمين يا رب العالمين جميعا إن شاء الله شلون رهوفة شلون صحتك أمورك الحمد لله عادي عادي صارت الأيام كلها عادي مجرد شمس طلعت وشمس غابت والفراش يجي واليوم كما هو ماكو شيء جديد صح اي والله ماكو شيء جديد حياتنا هي هيك صفت تعلمنا بقواعد اللغة العربية قبل احنا وصغار يقولون اصبح وامسى و و و وبات لقينا ماكو اصبح وامسى لقينا الموضوع هو كله بات 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 ماكو دعاية هي مو البات ولكن بات من القواعد اللغة العربية يعني احنا مدى نجي على الاصبح ولا الامسى بايتين مثل ما احنا اللي ننام بي نقعد بي ايوه عالي شيء جديد على الدنيا هذه انت جديد هم وقهر انت جديد لا 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 صدقيني هذا الهم والقهر تقدرين من خلاله يا رهف تقدرين والله العظيم صدقيني تقدرين انت من خلال هذا الهم والقهر تخلقين شيء جديد يوخر كل هذا الهم والقهر انت تخلقي حتى لو كنتي مقيده حتى لو كنتي مراقبه حتى لو كان اكو كنترول عليك خاص يعني ما تقدرين تتحركين ايضا تقدرين تبدعين وتسوين شيء جديد انت من خلاله راح ترتاحين بس المشكله مالتنا يا رهف هي المراه العراقيه الصراحه بالمحافظات وحتى في بغداد ليش يعني بس بالمحافظات وحتى ببغداد ما ماخذه الثقه من الأهل والزوج من الأخوة من الأب من العمومة على مود أنه تقوم وتكون إنسانة قادرة أنه تحقق ذاتها وتحقق طموحها لازم دائما أكو شك لازم دائما أكو اعتراض لازم دائما أكو تدخل بحياة المرأة زين أي والله هو الشك هو أكثر شيء الشك والعادات يعني هاي هو تعبان وخاصة الاثنين مظلومة كلش مظلومة بهالوضع حاله هو هذا هاي المشكلة يا رهوفة مثل ما تقولين أنت إنه الشك وهاي الأمور كل من يشوف الناس بعين طبعة لأنه هو من داخله مو نظيف فعباله كل العالم مثله بس هاي هيك أعطيك إياها من الآخر بلا تواضع بلا مش بس حبيت أسلم عليك تفضل عمرك بسأل عليك لأنه هاي طولت علينا وأني مشتاق لكم واليوم خابرتي وأنتظرك ثلاثة لأن أريد أشبع من أصواتكم فعلا والله اشتاقت لكم الله كريم تسلمين والكنترول كله يسلمون عليك
وعليكم السلام. تسلمين. شكرا 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 عزيزتي. شكرا شكرا. راح اخذ زينة ومن بعدها اطلع باغنية. خليني اخذ زينة. يا زينة هلا بزي هلا والله هلا والله هلا بالطش والرش. هلا بزيونة. شلونك؟ مشتاق لك. اني انت شخبارك؟ مشتاقة لكم. كوما وأني همينة كوما. شنو معنى كلمة كوما؟ كوما كوما دوم الضحكة عزيزتي حبيبتي. شلونك انتي؟ طمنيني عنك. سمورة شلونها هسه؟ تمام. ضوجتني والله، قهرتني سمر. راح انقطع الاتصال ويا زينة. زينة عود الاتصال. أريد أقول إنه لحد يصدق، لحد يصدق الكلام اللي ينحكي عنه، لحد يصدق الكلام اللي ينحكي عن أي شخص مقابل قبل لا يتأكد أو يستفسر أو يسأل. وبطلوا هاي الخصلة اللي هي إنه إذا سمعتوا ما تجون وتسألون حتى تتأكدون من اللي سمعتوه من هذول الأشخاص هو حقيقة ولا كذب. يعني حاولوا إنه شوية تخطون خطوة لقدام أو تطون من هذا الوقت مالتكم التعب اللي ضايع هيك بدون معنى. انطوا دقيقتين ثلاثة بس السؤال للتأكد، لأنه يا مناس تنظلم بسبب هذا الموضوع. فلا تصدق اللي يحجون عنك وعني. سعدون جابر، خلينا نسمعها سوية ونرجع وياكم. لا تصدق اللي يحجون عنك وعني. صديق اللي يحجون عنك وعني. عنك وعني كلهم ترى يغارون منك ويميني. منك ومني للصديق اللي يحجون عنك وعني. كلهم ترى يغارون منك ويميني. منك ويميني نجمع لا نجمع. نجمع لا نجمع قلب الخلينا. قلبي شي نايمة. قلبي شي نايمة لسهر واعد نجوم. نجمع لا نجمع. نجمع لا نجمع قلب الخلينا. قلبي شي نايمة. قلبي شي نايمة لسهر واعد نجوم. نجمع لا نجمع قلب الخلينا. قلبي شي نايم. أنا قلبي شي نايم. غسان يا غسان، آسف خليتك تنتظر. لا تصدق اللي يحجون عنك وعني. من أجمل أغاني فنان سعدون جابر. مساء الخير يا غسان. هلا حبيبي. شلونك؟ هلا حبيبي. شلون صحتك؟ والله انتظر وانتظر وماكو سودة علي. المهم جت وياي على الخط هسه. والله شفتوا يا اخوي اليوم قلت حطيت رصيدك. حاضركم هسه. مو ها حصلنا هسه نسولف سويه بسرعه بسرعه قبل يخلص الكارت. شو اخبارك؟ روحي. شلونك حبيبي؟ شلون صحتك انت؟ تمام؟ والله تبنى رشاشه. فدول عمرك. اشكرك. رحم الله والديك. تسلم عزيزي. اشكرك. والله مقابلني. شلون؟ أقولك قابلني على الشاشة. والله العظيم نورها. ربي يخليك. ربي يخليك ويسلمك. تسلم عزيزي. والله. أشكرك. أشكرك غسان. رحم الله والديك. غسان والله حبيت بنت عمي. حبيت بنت عمك؟ أيوة. ما أنطانيها وراح أنطوها لغيري. ليش بالله ليش؟ والله مشيت عليهم وما أنطانيها أنطوها لغيري. كم مرة مشيت عليها؟ كم مرة مشيت عليها غسان وياي بعدك؟ اي والله وياك مشيت مرتين وما ما يريدوني. زين غسان، بس اريد اطلب منك طلب. هل قدوته فدوه اروح لك بعد؟ روحي. صوت التلفزيون نصيك كتم على الاخر واسمعني من التليفون.
تقريبا. تدول عمرك حبيبي، تسلم. هسه دا اسمعك ان شاء الله يا ربي، وانت دا تسمعني تمام؟ والله صوتك ذهب. عدل حبيبي، شوف غسان، انت حبيت بنت عمك وانت مو غريب. لا تزعل من بيت عمك اذا ما نطوك لبنية، لانه يمكن انه هم يشوفوك يعني صحيح ابن اخوهم ومنهم وبيهم، بس يمكن انت شوف هي السالفة قسمة ونصيب مثل ما يقول. شنو هالاغنية اللي طلعت لي بيها؟ السالفة هي قسمة ونصيب، فلا تعتبر هو بيت عمك هم السبب. لا انت مو قسم. هلا ابويا تفضل. أنا شنو؟ أنا والله أي سبب ماكو بيناتنا شيء. ماكو أي سبب بيناتنا شيء. بشين هو يريدون بيت واحد. والله ماكو يا العيلة تفعل السوالف. يدري يا غسان، يعني تعرف شنو أنا همينة يعني شلون هو؟ أنت أخويا، أنت وأنا أخويا. حبيبي. أنت ما أخويا وسولف لك. على راسي حبيبي، عاد شكو ورانا سولف. أيوة. والله هي تعليله. تعليله. كمل قول غسان. والله مشيت، والله ما رحت، رحنا انا والوالد ونرحنا انا والوالده وما رحمت الشغله. الله يكتب لك ان شاء الله قسمه احسن وافضل. والله صار الاسبوع من اخذهم. حبيبي أنا أشكرك جدا غسان لمشاركتك، وراح احكي لك كلمتين. تسلم لي حبيبي. معنا اتصال ترانك مصر. الو نورة، يا نورة مساء الخير يا عمرو. مساءك فل وعسل وياسمين واللي تريديه. أنا نوارة. طول قلبك، شلونك، شخبارك؟ اشتاقت لكم هواية 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 نورة. ومو حلوة. ومو حلوة نورة. نورة غيابك مو مقبول، مو غيابي. أوكي مشي لي إياها، لأن كلكم قلتوا لي غيابي فغيابكم مو مقبول. حبيبي. هاي آخر مرة، بعد ماكو خلاص. توبة. حبيبتي يا نورة، شخبارك بالوالدة تمام؟ والله زينة تمام، وتسأل عليك وسلم عليك. الله يسلمك. فرحانة اليوم لأنه شخصتك صراحة. بدول عمرك والعمرها، الله يعطيها الصحة والعافية يا رب. الله يسلمك يا عمري. حبيبتي يا نورة، اليوم التواضع. التواضع حلو. انت واضح حلو. اي كان هسه عمروش حلو متواضع ويحب الناس والناس تحبه. الحمد لله. الحمد لله. شو تجاوبين الغسان المتصل قبل شويه ده يقول انه اني مشيت على بنت عمي ورضوا على مود، لانه انت بنت، ده اخذ رايك كبنت، وما قبلوا لانه الا يريدوا لها بيت بحدها ويعني حياة خاصة بهم. فأنتي شو تقولي للغسان؟ هو ده يسمعك هسه وده يشوفك. والله أقول له يا غسان، إذا أنت صدق تحبها ظل مستمر وظل واصل وروح مرة واثنين وثلاثة، لأنه قصتي نفس قصتك. أنا حكيت لك قبل فترة، قلت لك أنه كنت شخص يحبني وأمه ما تقبل، وهذا الشخص هو ابن عمي. نعم. والحمد لله بعد الإصرار والهاي أمها شوية اقتنعت. ها؟ دخلت لي على أمها اقتنعت شوية بيها، يعني أخير شيء. هاي هسه بالأخير؟ آخر شيء. يعني احنا معزومين ان شاء الله. اكيد طبعا، هو يمك العرس اصلا. ها خوش لعداني اول الحاضرين. بعد شو تريد؟ اكيد طبعا على راس طبعا، انت أكثر. اول واحد تسلمي لي. انا اقول لغسان، اقول له خليك مصاب وروح مره واثنين وثلاثه، لان دولة مو غرفة بيت عمك. اي والله. اي والله. مره واثنين وثلاثه. اي والله. انت مو غريب. دولة منك وبيك، واذا انت صدق تحب احاول بعد. واني اقول حتى اذا ما انكتبت لميز على ان هذول اكيد بيت عم، هذول اهل يعني صعب، وصعب يطلع الظفر من اللحم. اكيد. عفي عليك اصرارك انت وتمسكك بابن عمك، وهو تمسكه بيك خلى الامور شويه تتلحلح وتطرى، وان شاء الله الايام الجايه تكون الين على الطرفين بينك وبينه. يا رب الله ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. عزيزتي نور تسلمي لي عيوني. ان شاء الله بعد ما نروح يا بعد. حبيبتي نورة، شكرا تسلمين عزيزتي. مع السلامه قلبي، مع السلامه عيوني. الله وياك. خليني اشوف اذا اكو اغنيه ولا اخذ اتصال. شباب مازن حبيبي، تحياتي لك يا مازن، تحياتي لك. بدوره، يا بدر البدور من كركوك، مساء الخير يا بدور. الو. هلا يا بدور. لا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شلونك يا بدور؟ الحمد لله يسلمك، انت شلونكم؟ والله الحمد لله، بسمع هالأصوات الحلوة شلون ما نكون زينين؟ زينين 100%. الله يعطيكم على
انقطع الاتصال للأسف الشديد. حاولي انه تعاودين اتصالك مرة ثانية يا بدور، وشكرا لاتصالك. ويانا اغنية شباب، نطلع باغنية اذا ممكن، بما ناخذ اتصال ولا ناخذ زينة. زينة زينة رجعت مرة ثانية. هلا يا زينة. هلا حبيبتي، شلون صحتك؟ ألو زينة، أسمعك أنت على الهواء. لا 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 لا، أنت على الهواء عزيزتي ولا يهمك، تفضلي. يعني أنت تقبل صار كوما موجودين ومنتظر على أي ما أشارك؟ لا مستحيل، أنا ما أشارك. ترى هو مو حظك، هو هذا حظي أني. المهم عيوني عمروش، أنت البرنامج يومي تفضل. بالنسبة لي أني أحب أشارك هنا، أقول لا يتواضع إلا الكبير ولا يتكبر إلا الصغير. بالفعل عفي عليك. والتواضع بالعكس شيء حلو، الإنسان المتواضع حتى إليك نفس تحكي يعني شيء حلو. أنا يعجبني التواضع، أحب الناس المتواضعة ومو ضعف. لا لا بالعكس، أنا يعني أختلف عن آراء البقية كلهم. الإنسان المتواضع يكون محبوب الجميع صح لو غلط يعني. والمهم يعني طبعا آسف إذا تمر كتبت بالبرنامج. لا بالعكس بالعكس، على راسي مصدومة والله. صار لها يومين صار عندها حادث وفاء، انه هي بصديقتي توفت ومتأثرة بشكل يعني، وانت طلعت قدامها يعني فجأة قالت عن اشتاقة للبرنامج لازم اشارك، ما قدرت اشارك وهي يعني بإذن وبصدمة. صار يومين البقية بحياتها والاعمار بايد الله مثل ما يقولون، وكل من يروح بيومه. الله يساعدكم، تحياتي إلها. يعني انت ظلنا طبعا يوم حلقة كل الشحل ودكت هاي الحصة الأريضة. أشكرك في الدول عمرك تستميل يا زينة، أشكرك عزيزتي تستميل. على قررت بعد ماكو غياب، إذا فتت طبعا نزلت قناة نسوي مظاهرات. على راسي على راسي والله على راسي. عيوني تستميلي تستميلي يا زينة. هلا حبيبتي، مع السلامة. مع السلامة. باي 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 باي. إيمان أوكي رح ناخذ هسه. أي أكيد هاي من الأغاني الجميلة جدا، واللي هالفنانة ما راح أقول هي من هي، خلينا نشوفها سوية ونتذكر هاي الأغنية سوية. خلينا نشوف. أنا 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 من النظرة الأولى شفت الدنيا بلون الورد، ولقيتني بحبك مشغولة وأنا قبلك ما شفتش حد. أنا 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 من النظرة الأولى شفت الدنيا بلون الورد، ولقيتني بحبك مشغولة وأنا قبلك ما شفتش حد. إيه غيرني وغير شكلك ونفعل ليا، إيه غير حبك يقدر يملى الدنيا ليا، إيه غيرني وغير شكلك ونفعل ليا، إيه غير حبك يقدر يملى الدنيا ليا. هواية منكم هسه دا يشوفون هذا الكليب ويقولون اوه هذه مو، طبعا الجيل الجديد نحكي احنا، اللي يقولون اوه هاي مو هاي اللي تطلع برأفة الهجان. نعم هي إيمان الطوخي، هي فنانة مصرية معتزلة للأسف الشديد، وكانت بداياتها غنائية وتميزت بالعديد من الأغاني من ضمنها هذه الأغنية. ومن أهم أعمالها اللي قدمتها هو كان مسلسل رأفة الهجان. أبو مرتضى من كربلاء اشتاقنا لك هواية. مساء الخير يا أبو مرتضى. أهلا الأسود حبيبي. هلا حبيبي. الساعة 12 يعني رح نقول صباح الخير ومساءك خير. شلونك شو أخبارك؟ والله الحمد لله بخير، أنت طمني عنك كل شيء تمام؟ والله يا عمي الدنيا والله بدونك والله يا عزيز. يا حبيبي تسلم، الله لا يخلي مكان حبيب وغالي عليك يا رب.
رحم الله والديك عزيزي والديك سعيدة إن شاء الله. شكرا للجميع إن شاء الله يا رب. أشكرك الحمد لله أنا بخير وصحة وسلامة مثل ما يقولون الحمد لله والشكر. عساك إن شاء الله عساك أجمعين يا رب. السلام عزيزي أجمعين حبيبي حبيبي. والله اليوم المفروض الحلقة جدت نسلم عليك يعني أنا ناقش موضوع. لا يا معود صدق كذب بذراحتكم حبيبي. يعني انت لك مع الزقان صحيح والله فدوى العمرك فدوى العمرك هذا بس من ذوقك يا غالي. اشكرك اشكرك حبيبي. اليوم كنا نتمنى حلقة حلوة لكنه سمور البابلية دموعها خل يعني اي والله قهرتنا اي والله قهرتني. نقول الحمد لله نقول الحمد لله اكيد اكيد الف الحمد لله والشكر على كل حال. وكلنا نفوت بصدمات وغيرها ومآسي مثل ما يقولون بس الحمد لله الله انعم علينا بشيء اسمه نعمة النسيان اللي نقدر من بعد فترة انه نتجاوز صحيح ما نمحي ولكن تظل الذكرى باقية بالقلب الذكرى الحلوة اكيد. صحيح يعني انا اقول لها اخوها ان شاء الله يقول لها يا معلم على الصدمات قلبي اي والله مثل ما قالها كاظم احنا معلم على الصدمات يا اخوي. بالفعل بالفعل الحمد لله والشكر. هاي شو تسوي بقى شوف ابو مرتضى هذا حال الدنيا ما تقدر بعد تغير بيه اي شيء ولا تقدر تغير من واقع احنا أكيد. شوف كل شيء يتغير حوالينا ولكن احنا نبقى المعدنة حلو يظل حلو المعدنة أكيد. مر يظل مر بتفهمني احنا اللي باقي انت معدنة احلى من الحلو. اشكرك رحم الله والديك. تسلم عزيزي رحم الله والديك ابويا. شكرا شكرا يا ابو مرتضى هذا بس من ذوقك. الله الله بالنسبة للموضوع أولا من تواضع لله رفعه طبعا أكيد أكيد وخصلة التواضع من الخصال الحميدة عند البشر تتوقع أغلب الناس أنه تدركها لكن للأسف هي ما موجودة أوكي يعني أغلب الناس تتوقع أنه هي متواضعة تتوقع أنه هاي الخصلة موجودة عندها لكنهم من خلال مقارنة البشر من خلال عشرة الناس شوف إنه الناس مثل ما تظن التنافس إنه مثل التواضع ولا هو متواضع حقيقي. بالفعل بالفعل يا أبو مرتضى أنا جدا سعيد أنه سمعت صوتك حبيبي وإن شاء الله تكون بخير. تحياتي لكل أهل كربلاء فدوى عمرك. تحياتي لكم يا غالي. أشكرك حبيبي الغالي. تسلم لي يا أبو مرتضى. مع السلامة خير بوجك يا رب. أشكرك حبيبي مع ألف سلامة مع ألف سلامة. سوران أنا ما أحب ناس متواضعين. مشكلتك. على العموم اشقد من هو أنيتا أنيتا من أربيل. خلينا نأخذ أنيتا. مساء الخير. أوكي. مساء النور. شلونك عيني؟ يا هلا ومرحبا. هلا بأنيتا. تمام شلون صحتك أنتي؟ الحمد لله تسلم عيوني تسلم. طبعاً الموضوع مالتي خارج عن الموضوع مالتكم. تفضلي. عندي الطلب من عندكم. طبعاً أنا متابعة القناة مالتهم كلش كلش حلوة. على راسي. برامجكم حلوة الأغاني القديمة تخلوها. عندي فد يعني فد فد أقول لكم فد مقترح إنه تخلونا أكو كان قبل سينما الأطفال تذكرها يخلونا كرتون حلو. صحيح نسرين جورج العظيمة. إيه نسرين جورج إيه الله يا ريت يعني تعيدوها هذه همين تخلوها لأن أغاني كلها قديمة تخلونا مثلا شغلات حلوة قديمة. والله. البرنامج هو هذا أصلا يعني تعرفين هذا كان إنتاج خاص لتلفزيون العراق في الثمانينات والتسعينات تمام بس أنت إذا تقصدين أنه تريدين نرجع نحط أفلام كرتون أو إيه هاي الأفلام مال بحيرة البجع كان يخلوها قبل صحيح كلش حلوة هاي قبل هاي من عيوني الاثنين تدللين تدللين وانا كلش اشكرك. طيب قبل لا تسدي انيتا اريد اسال السؤال. نعم. الله ينعم عليك الله ينعم عليك شو بحالك تفضل عيوني انيتا لو احنا اليوم بال2019 وردنا نعيد برنامج سينما الاطفال هل تتوقعين انه اليوم ممكن يكون حضور تلاميذ المدرسة الى استوديو ويكون وياهم مقدم او مقدمة ويناقشون فيلم معين هل راح تلاقين الى اكو قبول عند المجتمع الجديد وخصوصا احنا اليوم غازينا شيء اسمه السوشيال ميديا واليوتيوب وهاي الاشياء فراح تحسين انه هل ممكن الجيل الجديد راح يستمتع مثل ما احنا استمتعنا بنسرين جورج وسينما الاطفال؟ لا والله بال يعني الصراحة يعني هسه هذا الجيل مالتنا كله آيباد وموبايلات وما أدري شو فيعني مستحيل مثل قبل يكونوا مستحيل كنا قبل يعني العائلة مثلا يلتمون نشوف كنا نروح للأسواق نشتري غراض على مستوى السينما الأطفال حتى نتفرج هسه لا
هسه ماكو هذا الشيء، ما اتوقع، مستحيل. بالفعل 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 كلياته راح للاسف، للاسف الشديد. هسه اي هسه يعني الغزو الجديد الموبايلات السوشيال ميديا، يعني هاي فد مره فد مره، يعني ماكو، مو مثل قبل، لا مستحيل. بس اتمنى يا ريت تعيدون هاي الكرتونات والافلام كانوا قبل، يا ريت والله. صار تدللين، راح نخصص برامجكم كلش حلوه وقناتكم كلش حلوه والله العظيم. اشكرك كلش هوايه، تسلمي لي تسلمي لي على راسي. على راسي. يا هلا مرحبا، مع السلامه. باي 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 باي، مع السلامه مع السلامه. ويا اخر مسجات اريد اقراها. عازفه القدر، هلا وعمروش، اني فاطمه حبيت اهنيك بسنه جديده، بما انه هذه اول حلقه لك بعد راس السنه، كل سنه وانت طيب، تنعاد عليك ان شاء الله. طبعا بالنسبه الى التواضع، التواضع هو سمه حلوه تكون عند كل شخص، لازم الاشخاص تكون عندهم طيبه قلب ويتركون الغرور والتكبر، لانه التواضع شيء كلش حلو، والكل لازم يكونون مثلك متواضعين. شكرا لك يا عازفة القدر أو فاطمة. طبعا كل شهواية حاولت أتصل بس دائما يطلع مشغول. مع تحياتي للكادر كله، وأقول لهم كل سنة وأنتم طيبين، تنعاد عليكم بالصحة والسعادة. مع تحياتي لكم فاطمة من ديقار، تحياتي لك ولكل أهل الناصرية، وينعاد عليكم بالصحة والسلامة، ولكل المحافظات العراقية كل سنة وأنتم مليون خير، وإن شاء الله 2019 سنة خير عليكم. اتصال أخير أعتقد من سوريا. مساء الخير. وعليكم الجاه محمد. مساء الخير. أهلا. من وياي؟ رسيم وليد شغموت. رسيم؟ رسيم وليد شغموت. على راسي حبيبي، من قاعدة تتصل بيه؟ سوري. احنا من زاخو من شمال كردستان. اوكي، انت من زاخو هسه وياي، فاذا الاتصال السوري للأسف انقطع وياي. اوكي، تحياتي لك حبيبي، تفضل. اهلا. من زاخو احنا. على راسي، شلونها قناة بابلون يمكم بزاخو؟ تمام؟ نصي صوت التلفزيون بس وتسمعين التليفون اذا ممكن. اي يلا خير. ودي صوت. صحة صحة. تمام يا سلامو. صحة. على قلبك. شكرا شكرا. بس قولي لي الوضع عندكم البابلون شلون هيمكم بزاخو؟ للأسف انقطع الاتصال. آخر اتصال وسام رسام فدية عمرو. شكرا لك يا وسام رسام، تحياتي لك. غسان، مساء الخير غسان. غسان على حبيبي. هلا غسان مرة ثانية من كركوك صح؟ اي والله. شلون حقيقة راح هذا اسمه فلوس من الحجية؟ شلون؟ والله خليت فلوس من الحجية، راح اجيب رصيد وجيت. ليش خطية؟ دخلي لي اياها هسه بتجي باكر من الصبح، غير تريد تجيب لك ريوق غدا. لا والله والله قلت ايش طيبي طيبي في الزهر خاطر اخويا. حبيبي حبيبي حلبي كلبي قلبي. والله العظيم بالقرآن على مدى خليط رصيد. حبيبي أشكرك، رحم الله والديك. ما أنت داعي طلب، صادق صادق. والله العظيم ريحتني بهذا الحكي ماله، فحسيت سؤالك على الرصيد مو على التلفزيون. ونورة هم أنا جاوبتك ونصحتك وقالت لك إذا إيه؟ أنت رأيها تشلب بيها تشلب بيها. والله هي حكي أسبوعين إيدي هم يمشون على كاري، بس هي قالت أنا ما وافق. ها يعني هي وياك؟ هي قالت وياك، قالت والله هم راح تجي مشاي، وقالت والله ما وافق. اي لعد هذا هو الامور طيبه ان شاء الله. على رغم على رغم الشغله بيني وبينها لك هديه يمي. لا ان شاء الله ان شاء الله، واني راح اقعد ادعي لك من هسه. الله ييسر عليكم وهذا الجدار اللي بيناتكم يتفلش. والله انك تخافني على الرصيد على الموبايل. حبيبي والله العظيم اتمنى تخافين على الموبايل. والله اتمنى اخوي انت يا حبيبي، والله انا اللي اتمنى، بس للاسف هو صعب الارقام، انت تعرف هاي اكو سيستم وده يطلع، فاني شو راح اقدر احكي وياك. بس اني من اسمع صوتك هسه كانه قاعد احكي وياك، وعلى الاقل انت دا تشوفني كانه قاعد قبالك، بس اني ما والله شوفك. يعني مقابيلي حاضر قاعد اسولف. شلون ابو شاسه قاعد يعني مقابيلي قاعد اسولف حبيبي؟ اي طبعا قاعد مقابيل، بس شويه من يمك الصوت لان بردت. اي كمل حبيبي غسان. اريد اخليك نجوى ترى. ها زين بخلي لك اياها، اخلي لك اياها بحلقه بعد باكر لان الوقت خلص. لا عدي والله لا اريد هسه اخليك نجوى ترى، خيرون ابن العال.
خيروني ابن العم ما اعرف والله شباب الله. خليني اشوف لك وين الشباب اذا موجوده هسه يمهم يخلوا لك اياها اذا موجوده من عيوني خيروني ها كتبت لا خل... انا وانا اخويا اسمك عمر عمروش عمر انا عمر على حلقه الجايه على حلقه الثلاثاء انا راح اهديك اياها للاغنيه تمام اي والله ان شاء الله الثلاثاء حاضرك ان شاء الله حبيبي ان شاء الله ان شاء الله اي والله تحياتي للوالده تحياتي للوالدة وقعد راحة شوي ونه تمام؟ والله وان عمر هذاك وين غرق بالك؟ والله أنت دام غابيني أنا بدايخ أنجيني أنا تمام حبيبي حبيبي يا غسان إن شاء الله إن شاء الله ثلاثة أصابر وشتك على أحضر وحب تفعلنا ثاني المصرية القديمة كل الهلا بيك كل الهلا بيك حبيبي حياتي شكرا والله شكرا. والله حبنا ثلاثة عالفين حبيبي حبيبي كل اللي لبيك تسلم تسلم عزيزي غسان إن شاء الله شكرا شكرا مع السلامة ثلاثاء إن شاء الله برنامج شو أي ثلاثاء وخميس أحد ثلاثاء خميس إن شاء الله ثلاثاء بس إذا أول ما ينزل برنامج تقول الأغنية إن شاء الله صار تدلل تدلل حياتي وتاجراتك يا أخي الغالي سالم راسك حبيبي كل اللي لبيك والله العظيم والله مثل صوتك الله يشد الخمر حتى ما يترصيد وجيد حبيبي حبيبي فدوى أروح لك ممنونة كاني جدا 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 شكرا لك يا غسام من كركوك شباب إيش قد باقي ويانا وقت خلص الوقت فإذا أشوفكم إن شاء الله بحلقة يوم الثلاثاء بنفس الموعد لا تنسوا من بعد بابل شات أنا رح أكون وياكم أتمنى لكم سهرة سعيدة وأقول لكم من هسه تصبحون على خير